بتكلم عن النقطة اللي قالها نواف، بعدين بدس على الظروف، بعدين بتكلم عن الإمارة. تفضل. اللي قاله نواف أعتقد أنا برأيي أن أهم من أنك أنت تدخل المباراة الحين، هذا شغل العمل الإداري، أنك أنت تطلع الفريق نشوة الفوز، وأنك أنت قدامك مباراة عمان لازم تأخذها علشان تحس بنشوة فوز السعودية، لأنك أنت باكر إذا فزت على عمان ست نقاط خلاص، لو انت خلاص انت مرتاح. اذا خسرت من عمان، اذا خسرت كانك ما فزت على السعوديه. صحيح. كانك ما فزت على السعوديه. الدور الاداري مهم جدا، دور المدير والمشرف والجهاز الاداري. الظروف انا بكتفي بس بمثال واحد، 2007 راقم خذ كاس اسيا. صحيح. حرب وضرب عنده سنين، واعتقد المهاجم مالهم كلهم محترفين، ما كان عنده نادي. ما كان عنده نادي، كلهم كانوا محترفين بالصباح. اقول لك ما كان عنده نادي. شنو يونس؟ اي ما كان عنده نادي، كان بالغرافه. ما كان عنده نادي. الرياضه ماكو شيء اسمه ظروف، ماكو شيء اسمه ظروف، وحنا كلبنا لاعبين ونعرف. بعض المرات مالك خلق تلعب بالمباراة وتصير انت نجم المباراة. صحيح والله. صحيح. والمدرب يجي ماله خلق ويستانس ويرتاح مع لاعبينه. الإداري ضايق خلقه في البيت، يجي على الفريق يضحك ويتغير حاله. الرياضة ما في شيء اسمه ظروف، سواء كان توقف، إيقاف، ولا مباريات. بس يونس كان بالغرافة. يونس كان بالخور. بعدين كان بالغرافة. لا يقصد يونس بالغرافة. حتى الآسيوي إحنا لاعبين ضده بالغرافة. يونس بالغرافة. ما في مشكلة. بس أنا أقول لك. لا أنا واضح. بس عشان توضح المعلومة، عشان تكون سليمة. بقول لك دقيقة. إيطاليا. إيطاليا شلون خذوا كأس؟ سوريا يا أبو. كان عندها طال عمرك. سوريا بحربها. ماكو ظروف عبد الرحمن، ماكو ظروف. زين.